الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة، موجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، موصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون. كل المخلوقات قهر عظمته أمره بالكاف والنون. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أرسل إلينا خير رسله نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أنزل عليه خير كتبه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالحمد لله نور السماوات والأرض. اللهم اجعل لنا خير نصيب في أنوارك، واملأ قلوبنا من أسرارك، واستعملنا ولا تستبدلنا. أيها الإخوة المسلمون والمؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، تأتي ذكرى الهجرة النبوية المباركة لتحمل إلينا ذكريات عظيمة مباركة، علنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين بكتاب الله، مقتفين أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مستمسكين بسنته، بحب النبي وحب آل بيته وحب أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللهم اجعل لنا في ذكرى الهجرة مهاجرا من الذنوب والمعاصي إلى التوبة والاستغفار، مهاجرا من كل سلوك سيء إلى أنوار رضاك ورحمتك ومعيتك ومحبتك يا رب العالمين، متخذين النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة وهاديا ونصيرا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله عدد أنوارك وملء خزائن أسرارك. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الساحة الطاهرة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين، صبت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن ننقل لكم احتفال الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية المباركة العطرة الطيبة. ويحضر معنا هذا الاحتفال لفيف كبير من محب النبي صلى الله عليه وسلم وآله، يتقدمهم فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ويحضر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ويحضر معنا أيضا الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ويحضر أيضا الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، واللواء أحمد يوسف مساعد وزير الداخلية، والأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والسادة أعضاء المجلس الأعلى وجمع من السادة مشايخ الطرق الصوفية، ويضيف الجميع سماحة الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وخير بداية القرآن الكريم آيات بينات من كتاب ربنا يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا
فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة من الدكتور أحمد أحمد نعينع، والتي جاءت في بداية الاحتفال بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بمدينة القاهرة. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قدمت لنا المثل والقدوة وأنشأت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مولانا سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. كان البخاري إذا ذكر أمه فاطمة قال عليها السلام، فرضي الله تعالى عنه نور مصر وأنارها، فالتف الناس وانجذبوا إليه. وكل هذا الحشد إنما جاء لأجل هذه البقعة الطاهرة المكرمة المنيرة التي دفن فيها رأس سيدنا الحسين عليه السلام. نحتفل اليوم في هذه الرحاب الطاهرة بنقطة فارقة في تاريخ المسلمين وفي تاريخ العرب وفي تاريخ البشرية الجمعاء، الهجرة المباركة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم كل مسلم من مكة إلى المدينة حماية للدعوة وانتقالا إلى دار إيمان يدعون فيها إلى الله بعيدا عن الطغيان وعن البغي وعن الشرك وعن الفساد في الأرض وعن ذل الإنسان. هذه الهجرة المباركة قال فيها سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. إلا أنه صلى الله عليه وسلم ترك لنا هجرة أخرى، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهو حديث صحيح في غاية الصحة، تركه لنا نموذجا وبرنامجا نعيش فيه ونعيش به. في هذه الأيام نحتفل كل عام، تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية وعلى رأسها سماحة السيد عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية مع مجلسها الأعلى ومع مشايخ الطرق الصوفية وأتباع التصوف في مصر بهذه النقطة الفارقة التي كانت فأضاءت
وأشاعت الخير كله في العالمين، وبقيت نموذجا حيا لكل مؤمن يهاجر من عالم العصيان إلى عالم الطاعة. في هذا اليوم المبارك، وهو يوم متميز تقدم فيه المشيخة العامة للطرق الصوفية التهنئة المصحوبة بالدعاء بالتوفيق لمعالي اللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث اخترته القيادة ليكون واليا على العاصمة. وأحب بدلا من كلمة المحافظ أن أستعمل الوالي، فهو ولينا، والولي مطر يأتي بعد الوسمي قريب منه، فهو قريب إلى القلوب وقريب إلينا وإلى شعبنا وإلى مرادنا من أن تكون هذه البلد في الريادة والقيادة دائما. كما توجه مشيخة الطرق الصوفية المشيخة العامة التهنئة والتبريكات للعلامة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري لتوليه منصب وزير الأوقاف. كبروا، تكبير تكبير تكبير. فتهنئة من القلب لهذا العلامة الذي ملأ الأرض علما، مصحوب هذه التهنئة مصحوبة بالدعاء له بالتوفيق والسداد، وأن يعطيه الله سبحانه وتعالى البصيرة والنور الذي يمشي به لخدمة هذا الدين في مصر وفي العالم كله. الحمد لله رب العالمين، مكان طاهر طيب ويوم أغر في بداية سنة غراء، مع أقوام نبدأ بهم حياة جديدة، ونهنئ الشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب العربي والمسلمين كافة، بل العالم كله، بهذا الحدث الفريد وهذه المناسبة الطيبة التي تملأ القلوب نورا. فاللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، خذ بيدنا إليك. اللهم يا رب العالمين، أعلي هذا البلد وأعلي أهله، وبارك لنا يا ربنا في أعمالنا. يا رب العالمين، نور طريقنا وبصيرتنا وبصرنا، واهدنا إلى سواء السبيل. كل عام وأنتم بخير. تكبير. قدم الدكتور علي جمعة كلمته في هذا الاحتفال الذي ننقله لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، احتفالا بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والكلمة الآن للعالم الكبير والمحدث الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، يا رحمة ربنا المهداه، ويا نعمته المسداه، ويا خير خلق الله، ويا شفيعنا يوم نلقى الله، صلوات ربي وسلامه عليك وتحياته وبركاته إليك. ها نحن أولاء في ذكرى هجرتك نقبس من أنوار سيرتك، تلك التي كانت بحق نوراً أخرج الناس من الظلمات إلى هداية الحق وإلى نور الحق. ونحن اليوم مع أول يوم من السنة الهجرية من شهر الله المحرم الذي بدأت منه الهجرة وتاريخ الهجرة، حين أرسل أبو موسى الأشعري إلى سيدنا عمر طالباً أن يؤرخ، وجمع الصحابة وكانت الآراء أن يؤرخ بالمولد أو بالمبعث أو بتاريخ الروم أو بتاريخ فارس، فاختار تاريخ الهجرة، قال لأنها فرقت بين الحق والباطل. وكان الاستعداد والعزم في شهر المحرم، فبدأ التاريخ الهجري من شهر المحرم. وحيث أشرق علينا اليوم، حين أشرقت يا هلال المحرم، أشرقت ذكرياتنا تتبسم تتهادى، وأفقها يتهادى، والأماني أوشكت تتكلم، وحديث الإيمان رف مع الروح، فأضحى وجودنا يترنم. تلك ذكرى فقف بنا، هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم؟ إنها هجرة الحبيب المرجى، وعليه صلى الإله وسلم. نعم، الهجرة فرقت بين الحق والباطل، وجددت وأحدثت تغييراً وتجديداً، وأصبح المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة بعد أن كانت يثرب، أصبحت طابة الطيبة المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت حرماً كما قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاه. وأصبح المكان ما بين بيته ومنبره قطعة من الجنة، كما قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأصبح المسجد الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. نعم، أصبحت مجتمعاً جديداً. يا أكرم الخلق، جئنا يوم ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهوى مدينتك الزهراء، يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثرباً من قبل هجرتكم، فأصبحت طيبةً من بعد لقياك. كانت كسائر بلدان الدنا، فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا سراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل، بعض من سجاياك، إنا نحبك عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. تأسس المجتمع الجديد
وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم صلتهم بالله حين بنى المسجد، وصلتهم ببعضهم حين آخى بين المهاجرين والأنصار، وصلتهم بغيرهم من غير المسلمين حين عقد صحيفة المدينة وقام المجتمع الجديد. لم يبعث جيشا يحطم الأصنام التي كانت حول الكعبة، شيء عجيب يستغرب له كثير من الباحثين، بيد أنه كانت لحكمة حتى لا تحدث حرب أهلية، وهو درس للقادة والعسكريين والمصلحين أن يحافظوا على قوتهم وأمتهم وجيشهم وأن لا يقعوا. فصبر حتى تأسس المجتمع وقويت شوكة المسلمين وجاء الفتح وحطم الأصنام إلى غير رجعة، وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كانت الهجرة أيها السادة ليست حدثا تاريخيا كمجرد الأحداث، ولكن القرآن الذي ذكرها خلدها لخلود القرآن، فتبقى الموعظة والذكرى نأخذها منها في حياتنا ونحن نؤسس مجتمعنا الجديد القائم على الأمن والإيمان والصدق واليقين والإخلاص ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان. ثم إن هناك درسا من وراء الهجرة يجب أن يظهر، قال الفقهاء فيه إن في الهجرة درسا رائعا في نصرة المستضعفين في الجانب الذي نراه في مجتمعاتنا الإسلامية من الأقليات الإسلامية. وما أحوجنا في هذه المرحلة الراهنة إلى أشقائنا في الأرض المحتلة وهم ينطبق عليهم الحكم الفقهي الذي قرره الفقهاء، إذا ديست أرض الإسلام وإذا أسر من المسلمين أحد فليس لأحد فيما زاد عن حاجته حق حتى يحرر المسلمين. وهنا نقول إن هذه الهجرة التي نصرت المستضعفين وقوت شوكة الإسلام ودعتنا إلى أن نقف إلى جوار إخواننا في الأرض المحتلة والقدس الشريف أن نناديهم إلى توثيق الصلة بالله، وأن ننادي أنفسنا إلى جمع الشمل ورأب الصدع ورد هذا العدوان الغاشم الظالم الذي لا يقره شرع ولا قانون ولا إنسان. أخي يا من على الدرب الجريح تنكب الأمد وأولى قبلتيك هناك بين يد الذي مرد، أتبكي كفك في العبرات وانظر ما الذي فقد، أتبكي الآل والأحوال والأموال والولد، أتبكي في فلسطين العزيزة إخوة شهدا، أتبكي فوقها عددا، أتبكي فوقها عددا، تعالى وقبل كل خطاك عد لله معتمدة، تعال نؤكد الإيمان بالرحمن، مد يده، تعال نطهر الدنيا وندعو الواحد الأحد. تأتي الهجرة تدعونا لنطهر دنيانا وندعو الواحد الأحد ولنكون على قلب رجل واحد في وحدة الصف وجمع الكلمة ورأب الصدع والدفاع عن الإسلام الذي نحن في أمس الحاجة اليوم في هذا الملتقى الذي يلتقي فيه العلماء والوجهاء والمسؤولون، لنقرر هذه الحقيقة دفاعا عن ديننا الذي يتعرض في هذه الآونة إلى من يهرفون بما لا يعرفون ومن ينكرون سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يحاولون تشويه معالم هذا الدين. نأخذ من الهجرة درسا في وجوب الوقوف في وجوههم وفي رفع راية التوحيد
أبثكم يا رسول الله بعض أسى من جيش إفك على البوتان معتزلي، قد حاولوا سيدي إنكار سنتكم فأنذروا بلهيب النار والحمم، لن يهدموا صرحها العالي وإن كثروا، ومنزل الإفك إن نمسسه ينهدم، نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا، نرويه بالسند العالي بكل فمي، لولا حديثك لم نعرف شريعتنا، ولم نصلي ولم نحجد ولم نصلي، بهديكم عرفت أحكام شرعتنا، جاءت مفصلة في لا وفي نعم، تكفل الله بالقرآن يحفظه، وقولك الحق أي شرح للكتاب نمي، نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا، نرويه بالسند العالي بكل فمي، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله معتصما مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضم. تأتي الهجرة لتقول لنا ردوا هؤلاء، أسكتوا، أخرسوا هذه ألسنة السوء التي تحاول النيل من أطهر من مشى على الأرض، وتحاول النيل من دين حنيف. تأتي الهجرة لتقول لنا كونوا مع الله فيكون رب العزة معكم، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تأتي الهجرة تذكرنا إلى أي مدى وصلت المحبة بين المسلمين بعد أن آخى الرسول بينهم لدرجة الإيثار، حتى كان أحدهم يؤثر أخاه على نفسه، فنزل القرآن يؤكد الحقيقة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك يا ربنا في وطننا ومصرنا العزيزة، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وانصر إخواننا في غزة وفلسطين، يا أرحم الراحمين شفع فينا سيد المرسلين، بجاهه عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالدعاء وللتضرع إلى الله تبارك وتعالى ختم الدكتور أحمد عمر هاشم كلمته بالدعاء لمصر، أن يحفظها الله وأن يكتب لها الأمن والأمانة والرخاء والقيادة الحكيمة ويسدد خطاها. وقد تعرض في كلمته إلى الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة التي ضربت وضربها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروع الأمثلة في الإيثار والمؤاخاة، كما أشار في كلمته إلى ضرورة تطوير مجتمعاتنا والاهتمام بالدرس المستفاد في واقعنا المعاصر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآل بيته الكرامة بقدر حبك فيه، بجاهه عندك يا رب فرج عنا ما نحن فيه. وخير ختام لهذا الحفل هذه الابتهالات والأدعية للمبتهل الشيخ شريف خليف. سيدي يا رسول الله، أزكى الصلاة على روض حللت بي، فكم به حل آيات وأسرى.
جئت بالمصطفى هنيت بالمصطفى هنيت بالمصطفى المختار يا دار يا سيد الرسل الكرام يا سيد الرسل الكرام الكرام يا سيد الرسل الكرام تحية حفت بإجلال وفخر أكبر يا قائلا في الغار للصادق الصديق حين تحيرا لا تحزنن لا تحزنن لا تحزنن يا صاح إن إلهنا معنا يرانا معنا يرانا حيث إنا لا نرى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البذور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وآل بيته الكرام بقدر حبك فيه بجاهه عندك يا رب فرج عنا ما نحن فيه. وهكذا نقلنا لحضراتكم احتفال الطرق الصوفية بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نقلناها لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين، نقلها لكم من أسرة البرامج الدينية بالتلفزيون هيثم العشماوي ومحمد القاضي، وكان معكم على الهواء جمال السعيد، وهذا سمير شهاب يحييكم ويحييك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.